بس بدناش حرب بالمرة، زهقنا ملينا، وين نقعد؟ هاي الدنيا شتا، وين بدنا نروح نقعد؟ بنغرق كل منخفض، صار المنخفض اللي فات وغرقنا فيه، وين بدنا نروح نقعد فيه؟ بدنا هدنة على طول، بدناش حرب. احنا بنتمنى من اصحاب القرار انه مددوا التهدئه، لانه انت زي ما انت شايف الناس والدنيا بتشتي علينا، وإننا يومين صفين دور على الطحين، هنخلص الطحين برضه هنصف دور على الغاز، وكمان الغاز يعني بمنطقه بعيده لا في مواصلات وبهدله، وزي ما انت شايف معظمهم نساء واطفال جايين برضه يصفوا دور، ومعظمهم سايبين اولادهم برضه بالمستشفيات جايين يصفوا دور، بيقعدوا في اليومين هاني. عن جد في أزمة كتير كتير كتير، وأيام الهدنة ما بكفاية، إحنا بدنا هدنة دائمة. النفسية تعبت، وكارثة كبيرة كتير كتير عنا الوضع، والوضع الاجتماعي عن جد صعب كتير كتير، وأطفالنا وبيوتنا وكلنا راحوا. يعني إحنا بنتمنى إنه إن شاء الله يصير حل ويروحونا إن شاء الله، ونرجع بيوتنا ويعملوا لنا إياهم، وإن شاء الله تكون الأمور أحسن من قبل يا رب. الشرطية